أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة تعميماً إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الإماراتي، والتي تحددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في الإمارات. هذا وطالبت هيئة الأوراق المالية جميع الشركات تجميد أي حسابات وأموال وأوراق مالية وسلع خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة، والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية. وأكدت الهيئة الالتزام بما تضمنه التعميم، والذي يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.